السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر 29 من شهر مايو. سنبدأ بموضوع الحقيقة لطيف ولكنه مؤلم. مؤلم لماذا؟ لأنه يبدو تأخرنا عن ركب العالم بأسره. سنتحدث الليلة عن الديمقراطية في عالمنا العربي. ليش طرحنا هذا الموضوع؟ بعد هذا المشهد الحقيقة المشرق والمليء بالآمال والأحلام، هذا المشهد التركي الذي تابعناه على مدى أيام طويلة. نسأل لماذا تعثرت أو تأخرت الديمقراطية لدى العرب؟ ابدأ من موريتانيا وانتهي إلى العراق إن شئت. وقف اليوم، ويريد كل واحد يشارك ويحضر مداخلته من الآن حتى تكون لكل مداخلة إضافة وفائدة. نريد وقفة مع الذات، وقفة صادقة، وقفة مخلصة، ووقفة موضوعية، بعيداً عن كل واحد يعني يمسح لي على نظامه أو على ملكه. كن صادق اليوم وتحدث بكل موضوعية. نريد أن نحدد مكامن الداء. شو المشكلة؟ ليش الديمقراطية عندنا تعثرت؟ لماذا لم نرى هذا المشهد الذي رأيناه في تركيا في أي بلد عربي؟ باستثناء سنوات قليلة ربما في مصر أو في تونس أو في غيرها أو في المغرب إلى حد ما، ثم تعثر المشهد بكامله أو أجهض. ليش؟ لماذا قدرنا بهذا القاع؟ أين هي مكامن الداء؟ هل المشكلة، وهنا سنشير إلى بعض المسائل ربما من باب الوضوح من الآن، هل المشكلة هي في أنظمة تخشى على سلطاتها وامتيازاتها؟ وتعرفوا أنظمتنا ما شاء الله عليها، كل واحد ماسك له على خزينة الدولة وكأنه ماله الخاص. أم مشكلتنا هي في مجتمعات يسهل إخضاعها؟ وتعرف أنت المواطن اللي طبل لك للإنقلابي، المواطن الذي يلعق حذاء هذا العسكري أو ذاك ويقول لك هذا هو الحل، يعني يبدو عندنا مشكلة أيضا في مجتمعاتنا. أم هذه المجتمعات وهذه الأحزاب لا تحترم الاختلاف ولا تحترم المنافسة الحرة والشريفة؟ إذا آلت الصناديق له فمرحبا بها، وإذا آلت لغيره فملعون أبو الديمقراطية. أم أن كل هذه الأسباب مجتمعة هي مشكلتنا؟ ما الذي يؤخرنا فعلا من الدخول؟ يا جماعة تأخرنا كثير. ما الذي يؤخرنا إلى حد الآن من الدخول بشكل رسمي وفعلي إلى نادي الدول الديمقراطية؟ حطينا رجل في نادي الدول الديمقراطية ثم تم سحبها إلى الخارج، لا ندري الحقيقة المعاول داخلية أم خارجية. كيف السبيل أمام هذا الواقع المؤلم الذي نعيشه حتى نتجاوز كل هذا الذي أشرنا إليه؟ العالم العربي إذن بعد متابعة المشهد التركي، لماذا تأخرت أو تعثرت الديمقراطية لدينا؟ ويريد كل واحد اليوم يجاوبني بشكل موضوعي وبشكل مسؤول. ما الذي يمنع السير على منوال تركيا؟ أنا أعجبني كلام الحقيقة لإعلامي كان معروف ب التطبيل لهذا النظام أو ذاك، يبدو أنه حصحص الحق وقال كلمة الحقيقة، كلمة حق لابد من الإشادة بها، سنعرضها إذا تمكننا خلال هذه الساعة الأولى. لابد أن ننافس الأقوياء، لابد أن ننافس الديمقراطيين، لابد أن ننافس الدول اللي فيها مشاهد جميلة بدل هذا القاع الذي نعيشه في كل عالمنا العربي. كل هذا سنتناوله في ساعتنا الأولى. الساعة الثانية سنتحول إلى الجزائر والمغرب. الرئيس تبون، هناك مؤشرات إيجابية حتى قبل أن نبدأ. الرئيس تبون يقول إن بلاده تطمح لحل قضية الصحراء باحترام القرارات الأممية. لنقل أنه هذا كلام جميل إلى حد ما. المغرب الحقيقة رد أيضا فيه كثير من الإيجابية للأمانة. قال إنه يريد انخراطاً جزائرياً إيجابياً لحل مشكلة الصحراء، وتحدث عن يد ممدودة للرئيس تبون، وسنأتي على شرح كل ذلك. هل هناك إيجابية حقيقية في هذه التصريحات برأيكم يمكن البناء عليها؟ وما هي الخطوة التالية؟ هذا مهم أيضاً، لأن البديل الحقيقة البديل خطير. تقرير أكاديمي يتحدث عن أن الحرب بين البلدين لا قدر الله
ستكون أكثر السيناريوهات كارثية على الجميع. الجزائر والمغرب، إذا تبون يطمح إلى حل قضية الصحراء والمغرب يمد يده، ما هي الخطوة التالية؟ الخطوة التالية يريد تكون الطاولة المنصوبة لحوار أخوي وشفاف. ماذا بعد تبادل الرسائل حول الصحراء؟ هذا سؤالنا في ساعتنا الثانية، لكن دعونا نبدأ من العالم العربي والديمقراطية المعرقلة أو المغيبة أو المؤجلة. أهلا بكم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية: إن مسؤولية إدارة البلاد منحني إياها الشعب. ركز يا مواطن يا عربي ويا مسؤول حتى تعرف قيمة الديمقراطية. رئيس أردوغان يقول: أنا لم آتي على ظهر دبابة أو أسقط من السماء على الكرسي مباشرة، لا، وبكل تواضع، أنا يا جماعة مسؤولية إدارة البلد هذه منحني إياها الشعب. وأنا اللي أعجبني في هذا الرجل والله ليس مدحا هكذا في المجان، ولكن إعجابا بتجربة، ونأمل جميعا، ونحن سنتحدث عن هذا الموضوع الليلة، نأمل أنه تنتقل هذه التجربة الجميلة إلى العديد من دولنا العربية، ولما لا تكون جميع هذه الدول العربية. الرجل حتى عندما تحدث أمام أنصاره في البداية في إسطنبول قالهم تسمحون رايحين لأنقرة، فأجابت الجماهير نعم. يعني قمة في التواضع يا أخي، مش رئيس تلف به المجنزرات والحرس وكل حرس يعني يلتفت يمنة ويسرى، وكأنه يا راجل هذا رئيس منتخب من الشعب فلا خوف عليه. يا ريت نتعلم. وأضاف الرئيس أردوغان قائلا: لم تخيبوا آمال الشعب وقد أوكلتم إلي المهمة، سنستمر في بناء مئوية تركيا. ناس تخطط لبعيد، مش يفكر لي كم ياخذ راتبه وكم ياكل لحمة وحوت وكم يعطي للمقربين منه. وقال الرئيس التركي أمام حشد غفير من مؤيديه: إن الكاسب في هذه الانتخابات هو تركيا. شايف ما أجمل الكلام؟ الكاسب مش أردوغان أو حزب العدالة أو غيره، لا، الكاسب هي تركيا، لا يوجد خاسر، لأن الديمقراطية أيها السادة تعطي خيراتها للجميع ولا تختار هذا دون ذاك. ويريت أحزابنا العربية تتعلم أيضا، مؤكدا أن المنظمات الإرهابية هي الخاسر الوحيد في هذه الانتخابات. وتابع أن الأتراك سيركزون على الأهداف الوطنية مش أهداف حزبية، وسيتوحدون من أجل تحقيقها، وسيتركون الخلافات وراء ظهورهم. خلاص اختلفنا في الحملات الانتخابية كما قال، الآن انتهينا، الآن نبني بلدنا، وسيتحدون على القيم والأحلام الوطنية. مش عندنا أحزاب عربية تتناحر فيما بينها مين اللي يتقرب للسلطان أكثر وأجهضوا ديمقراطيتهم كما حصل في تونس وفي مصر وفي بلاد عربية أخرى. يحق لتركيا، نقولها بكل فخر وبكل ألم فيما يتعلق بعالمنا العربي، يحق لتركيا أن تفخر بديمقراطيتها وما أنجزته إلى حد الآن. خلال السنوات 40 الماضية أيها السادة تمت دمقرطة العديد من دول العالم، إذ تضاعفت تقريبا عدد هذه الدول بين عامي 74 وتسعينيات القرن الماضي. وفقا للمفكر صامويل هنتينغتون، فإن الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي بدأت في البرتغال وإسبانيا خلال السبعينيات، ثم اجتاحت دول العالم النامي خلال الثمانينيات والتسعينيات، يعني فترة بسيطة لاحظ، لتتسارع مع نهاية الحرب الباردة. ومع ذلك فإن عملية إرساء الديمقراطية لم تترسخ بعد في الشرق الأوسط. الشرق الأوسط طبعا يطلق على منطقتنا العربية. ويبقى السؤال الذي يطرح على ألسنة أغلب العرب
وباستمرار للأسف لماذا تأخرت أو تعذرت أو تعثرت عملية التحول الديمقراطي في بلداننا العربية قاطبة للأسف، على الرغم من تنامي القوى المجتمعية الساعية للمشاركة السياسية. حتى التجارب البسيطة التي بدأت في السنوات الأخيرة تم إجهاضها أو عرقلتها أو العبث بها من قبل بعض المقربين منها أحيانا. يقول الكاتب والمحامي السوري فوزي مهنا إن مئات بلايين الدولارات التي أنفقها العرب على بناء الجيوش وتشييد القلاع والسجون لو سخروا 5% منها فقط في بناء الإنسان، هذا مهم، بناء الإنسان وإقامة دولة القانون لانتصروا جميعا وانتصرت معهم الأوطان. الديمقراطية في العالم العربي إذن لماذا تعثرت أو تأخرت لدى العرب؟ وبإمكانك تبدأ من موريتانيا إن شئت التي حصلت فيها انتخابات جزئية مؤخرا، وأن تصل إلى العراق التي قال الأمريكان بأنهم أسسوا فيها ديمقراطية جديدة، ولكن على عينك يا تاجر يعني لاحظ الديمقراطية لأشكال وألوان، يعني أفرزت يعني صراع طائفي وقتل على الهوية وصراعات من هنا وهناك وسرقات لم تحصل في تاريخ العراق. وهلم جرى، لم نتذوق بعد الديمقراطية الحقيقية. نعم وصلت بعض الأقطار العربية الحقيقة مع موجة الربيع العربي الأخيرة وصلت إلى هذا النادي، ولكن دون أن تعمق تجربتها وبسرعة تم إجهاضها أو عرقلتها، أكان من أيادي داخلية أو خارجية أو لا ندري، الأسباب تعددت الحقيقة، وما زلنا نسبح في نفس المستنقع العرب، مستنقع التخلف، ولم نصل بعد إلى الديمقراطية. وقف الليلة مع الذات محاولة لتحديد مكامن الداء، وأنا أريد كل مشاركة فيها إضافة الليلة، دعوني المشاركات لمجرد تسجيل حضور لو تكرمتم. ما الذي يؤخرنا فعلا من الدخول إلى نادي الدول الديمقراطية؟ يعني خليني أحط لكم الأمور على بلاطة. إسعيد الآن في تونس لماذا يتمسك بانقلابه؟ يا أخي الديمقراطية فيها نجاة للجميع وفيها بناء للوطن، أنت عامل لي فيها يعني أبو علي وأنت عندك الحل السحري. يا أخي الديمقراطية هي الحل السحري، لا يوجد حل آخر. والله لو جاءكم شخص يدعي النبوة وقال لكم عندي الحل السحري لا تصدقوه، فهو كاذب. الصناديق، وأقرب حتى اللي يتحدث دائما على الخلافة الإسلامية، وأنا اسمحوا لي، لا 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 لست أفتي ولكن أقول ما أراه، أقرب نظام للنظام الإسلامي هو النظام الديمقراطي الحقيقي مش المزور. عاد الأمير أو الخليفة أو الرئيس تختاره الأمة، وليس هناك أفضل من اختيار الشعب. والنواب منتخبون، والشورى هناك شورى في البرلمان، هناك شورى بين الرئيس ورئيس الحكومة بين النواب، يعني مواصفات عديدة موجودة في النظام الديمقراطي طبعا دون تطبيق الشريعة، وهذه على كل حال موكلة إلى المستقبل، نحن نتحدث على هذا الواقع المعاصر حتى لا يقولني أحدهم ما لم أقل. النظام الديمقراطي ليس مثالي، لا أقول مثالي، ولكن فيه خيرات كثيرة، وما أحوج بلادنا العربية لشوية استقرار يا جماعة وتنمية ومنافسة حرة. المنافسة هي الاستقرار الحقيقي، المنافسة هي التنمية، المنافسة هي التقدم والرقي، بدونها والله لن نحقق شيء. يجيك واحد يتسلط لك على السلطة ويقول لك أنا عندي الحل، تروح تستناه 20 سنة وبعد يقول لك والله أسف، تروح أنت حاطه في السجن ويجيك ينقض على السلطة واحد ثاني. ليس هذا هو الحل، الحل في الصناديق والحل في الانتخابات. طيب أنا سأبدأ بكل المشاركات، ولكن أي مشاركة ما فيها إضافة اسمحوا لي، لن أتوقف معها كثيرا. عز الدين مساء الخير. السلام عليكم سي صالح. وعليك السلام. حبيبي بكل اختصار قلت هذا الفوز هذا للسيد الرئيس رجب طيب أردوغان هو فوز الدولة المدنية على الدولة على على الدولة العميقة بكل اختصار، وهذا ما يحدث، هذا ممنهج على شعوب وخاصة في العربية وفي الأمم المتحدة. هناك لجنة لممارسة الشعوب
لحقوقها الغير قابلة للتصرف. هذه الشعوب عندها حقوق غير قابلة للتصرف، وعندها جيوش قابلة للتصرف إلا على شعوبها. متى تحل الديمقراطية في هذه الشعوب؟ هذا ممنهج، والمسؤولية تعود على النخبة. كما قال مالك بن نبي، إن الحرية لا حمل ثقيل عن الشعوب التي لم تهيئها نخبتها لتحمل مسؤوليتها، وهذه المسؤولية تعود لكل النخبة. شكرا لك، أشكرك عز الدين من الجزائر. علاء الدين من أمريكا، مساء الخير. مساء الخير أستاذ صالح. يا هلا بيك. فريق العمل والإخوة المشاهدين، سيد موضوع جيد ويا ريت تكثر منه عشان لتثقيف الشعوب العربية. سيدي رقم واحد، دولة مدنية. إذا لم ننشئ دولة مدنية بدستور حديث ما حد يتدخل فيه، ممنوع حدا لا ينقحه ولا يصيبه. الجهات الأمنية والجيش على رأس هيكونوا ناس مدنيين، وزير الدفاع لازم يكون مدني، عشان الجيش بس لحراسة الحدود، ما إله يتدخل داخل الدولة. ثانيا، أحزابنا، أنت حطيت أصبعك على الجرح بس شلته بسرعة. المشكلة يا سيد صالح، الأنظمة إحنا عارفينها، ما حطها على جنب. أحزابنا يعني شو بدي أقول لك، أمناء الصف الأول، عشان ما تنخلط الأمور، الصف الأول من الأحزاب العربية قاطبة من اليمين لليسار، إسلامي شيوعي ماركوسي اللي هو، الصف الأول منهم سيدي دكتاتوريين ألعن من الأنظمة العربية. يا ريت الصف الثاني هذه نقطة جميلة، ما حتى لا نبقى دائما نشخص الداء ثم نعبر. طيب، يعني أنت ترى أنه جلسات حوارية بين الأحزاب يمكن أن ترقي الثقافة الديمقراطية في مجتمعاتنا؟ يا أخي، إذا كان هذا هو السبيل، ماذا ننتظر؟ لماذا لا تبدأ المحاضرات من يوم غد من موريتانيا إلى العراق؟ كلامك سليم، بس ما هو يا سيدي رؤساء الأحزاب وأمناء الأحزاب العامون كل واحد فيهم ماسك بالكرسي ومش راضي يزحزح، ما بحكي مع فلان، ما بجلس مع فلان، ولك عيب؟ أنت زعيم حزب يا صالح، حولوا الأحزاب، يعني بدل ما يكون زعيم حزب صار حزب الزعيم، صار مملكة إله. طيب، بعد هذا المشهد اللي تابعناه، تركيا على فكرة دولة إسلامية وجارة، ما هيش في أمريكا الشمالية أو الجنوبية دولة مدنية أو يا صالح، مش دولة إسلامية، تركيا دولة مدنية، وكل اللي بتقابلهم على شاشتك بقولوا لك إحنا دولة مدنية. صحيح، لا هذا معني يعني أنها قريبة يحكم. أنها قريبة على حدودنا، فلماذا لم نأخذ منها ولو القليل؟ يا رجل لما صارت الثورة العربية أو الربيع العربي، أنا شفتهم بأم عيني، وأنت مرة منعتني من الحديث. إيه معلش، إحنا أنا لا مشان الله يا صالح، شفتهم بأم عيني الحركة، أصحابنا رايحين جايين على البيت الأبيض عند أوباما وهيلاري كلينتون، وإحنا نصيح يا إخوان هذول الأمريكان ولا لا يضيعوكم، ابتعدوا عنهم، ما لكم دعوة فيهم، لا تطلعوا على الكراسي، ابدأوا بالبرلمان، امسكوا البرلمانات، امسكوا الدول من الصحة، التربية، القرى، الكذا. لا، احنا بسرعة نطينا على الكراسي. أول ما سوي حزب العدالة والتنمية نط على الكرسي من أول مرة يا صالح؟ لا، مسكوا، بلشوا من تحت مع الشعب من الأساس. صحيح. ابنوا أساسات دولة مدنية. شكرا. بعد هيك والله ما في عسكري بيقدر يقرب عليكم. شكرا لك على الدين من أمريكا، أشكرك. شكرا سيد. محمد من الجزائر. السلام عليكم خويا صالح. وعليك السلام. احنا في 1988 كنا حزب واحد في الجزائر، حزب واحد. فرنسا هي اللي دخلت لنا الديمقراطية للجزائر، دخلتها لنا بالقوة، والله غير دخلتها لنا بالقوة. ومن دخلت لنا فرنسا الديمقراطية توزعت الشورى، الشورى ما كاش، الشورى اللي قال عليها ربي أمركم شورى، توزعت في الجزائر، ما كاش الشورى بيناتنا، حتى في بيوتنا، في بيوتنا ما كاش الشورى في الجزائر، توزعت الشورى. مين قال على الديمقراطية هذه؟ مين قال على الديمقراطية هذه؟ شكرا لك محمد، أشكرك. شكرا لك محمد من الجزائر. كلما شارك معنا فرنسا على راسي وعيني يا أخي، بس اقرأ لك شوي وجيب لنا فكرة ثانية. يعني ما نظل يا جماعة دائما نكرر، أنا لا أحب بصراحة أن واحد يشارك معايا كل مرة ونفس الفكرة، فرنسا. طيب أعطيني يعني مقاربة ثانية، يعني شو اللي أخر؟ أنت يبدو أنك جزائري. طيب يا أخي، الرئيس تبون وهو في هذا العمر
علاش خايف؟ يا جماعة والله أحيانا أنا أجلس مع نفسي وأتساءل، الزعيم العربي ليش ما يخلي خير لشعبه؟ ليش ما يخلي بصمة فيها يعني إضافة حقيقية لأمته وشعبه، بدل أن يبقى يعني يضيع في الوقت على نفسه وعلى شعبه؟ ما الذي يضير الرئيس تبون الآن أن يقيم ديمقراطية حقيقية؟ مش ديمقراطية نسكم، يعني قد تقول لي والله جرت انتخابات في الجزائر، نعم على رأسي وعيني، ولكنها لم ترضي كل الشعب، وما زال هناك المشككون فيها كثر. طيب لماذا لا يرضى الشعب بكامله؟ نعم في النهاية سيكون هناك خاسر ورابح، لكن الجميع سيقر بأن هذا الصندوق محترم، وهذا الصندوق كان شفاف 100%، والدولة كانت محايدة، وكل الأحزاب بلا استثناء، وأؤكد على هذه الكلمة، مش أنت تخلي لي حزب ممنوع من المشاركة، وتخلي لي علي بالحاج عنده قرن الآن وهو مسكين من بيته ما يطلع، وتخلي لي صحفيين في السجن الآن فقط لأنه مش عارف إيش ودخلته موضوع التمويل يعني، وتقول لي ديمقراطية؟ ديمقراطية إيه؟ هذه ملوخية كما يقول أحد الدعاة. تحب ديمقراطية؟ ديمقراطية حقيقية مثل هذا المشهد الذي رأيناه في تركيا، وهو مشهد براق وشهد الجميع بذلك، حتى الغربيين الذين تآمروا على أردوغان وجيشوا إعلامهم عادوا وركعوا وأقروا بأن هذا المشهد لا يمكن أن يقال فيه كلمة واحدة، هذا الذي نريده. مش تعمل لي ديمقراطية على كيفك وعلى هواك. فاطمة من فرنسا. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام أخي صالح. أولا الموضوع مهم جدا، أولا تبدأ من الشعوب، الديمقراطية تبدأ من الشعوب. لماذا؟ تركيا المثل، أعطتنا المثل، تركيا نسبة المشاركة أظن كانت، أنا لم أتابع جيدا بس فهمت المشاركة كانت مثالية. إحنا في الجزائر مثلا المشاركة لم تكن كتركيا، يعني اليابيل لابسون. يا فاطمة هو ليش المواطن يشارك بكثافة ولا يشارك بكثافة؟ يشارك بكثافة لما يكون عنده ثقة في السيستم، عنده ثقة في النظام، عنده ثقة في الديمقراطية، ويتخلى عن الصناديق عندما يشعر بأن العملية مدلسة، مثل ما حصل في تونس مؤخرا، يعني 0.2% أو لا أدري كم، المواطن ظل في بيته. لماذا؟ لأنه فقد الثقة في الصناديق. هذه الثقة تبدأ من الصندوق أخي صالح. أقول لك لماذا. تعرف باللي من ما نشاركش ما نصوتش ما نعطيش صوتي، صوتي يديه واحد اللي ضدي. إذن كيف تكون ديمقراطية؟ يعني تكون المشاركة، نسبة المشاركة، ولو ما نكونش مقتنعة نعطي صوتي، نقول لا ما نقعدش في البيت. هذا رأيي يا أخي صالح، والسلام عليكم. شكرا لك فاطمة من فرنسا، أشكرك. طيب نأخذ بعض المشاركات عن طريق الواتساب. ياسمين عياد تقول إذا أراد حكام الدول العربية ألا يبقوا متنقلين من حضن إلى حضن آخر حسب قول بشار، وإنما أن يكون لهم قيمة ومكانة عالمية مرموقة، فعليهم توجيه بوصلتهم باتجاه تركيا لأن فيها رئيس صادق ويوفي بوعوده. يعني لا نريد أن نتذيل تركيا، طبعا مع التقدير والحب والاحترام لتركيا، لا نريد أن تكون لنا ديمقراطيتنا العربية، ونريد أن نبني أنفسنا. أنا لا أريد الذي يتباكى على الآخر وكذا ومش عارف إيش. تركيا نعم تركيا جارة، ونستطيع أن نحذو حذوها ونستفيد من تجربتها، لكن نبني هذه الديمقراطية العربية من داخلنا بذواتنا وبأيدينا وسواعدنا وكفاءاتنا، هذا ما نريده، لأن فيها رئيس صادق ويوفي بعوده وسيساعدهم على الخروج من هيمنة المستعمرين السابقين. لا، هذا في حديث كأنه الدول العربية تروح يعني تصف صف وراء تركيا وتركيا تقودنا. على الرأس والعين تركيا، نحن نراها دولة نعم نستطيع أن نستفيد منها سياسيا واقتصاديا وفي كثير من المجالات، لكن ليس هذا الذي نطرحه الآن. لماذا تأخرت ديمقراطيتنا في عالمنا العربي؟ يا أخي إيش اللي ناقصنا؟ والله في كلمة جميلة، ياريت الزملاء يتابعوني الآن يحضرون الفيديو الخاص بالإعلامي عمر أديب. لماذا عمر أديب أنا أردت أن أسمعكم صوته اليوم؟ لأنه عمر أديب معروف، كان يتنقل من نظام إلى آخر ويصفق لهذا وذاك ويدافع، وكان يسخر من قادوا الديمقراطية يوما ما، لكن الرجل الآن يبدو وجد الأمور وحصحص الحق، فجاء يتساءل يا أخي إيش اللي ينقص مصر وينقص المصريين
أن لا يكون هذا المشهد الذي تابعه في تركيا ومشهد مذهل، ملايين الأتراك ذهبوا إلى صناديق الاقتراع واحترام غير مسبوق، ولا حادث ولا حادث، وفي النهاية فاز اللي فاز وخسر اللي خسر، والناس كلها احترمت الصندوق. ما الذي يمنع قال المصريين ومصر أن يكون لها مشهد مثل هذا المشهد في تركيا وحتى أفضل؟ وأنا أؤيده في ذلك. ليه يا أخي؟ خلي اللي يفوز يفوز يا أخي. أنت خايف من الإخوان، خليهم يفوزوا جولة جولتين، وأكيد رح يتعثروا اقتصاديا أو سياسيا، فيزيحهم الناخب ويأتي غيرهم، وهكذا دوليك يا جماعة. ما في أجمل من ديمقراطية، واللي يفشل سهل أنك تحاسبه، تحاسبه بالصندوق، مش أنك تيجي تحط رئيس برلمان في السجن أو تحط نص شعبك في السجن كما حصل في سوريا أو لا أدري في مصر. لا، ما هكذا، ما هكذا والله نتقدم ولو ربع خطوة. وتتصور أنت الأمن هذا المستتب في مصر أو في غيرها هو أمن حقيقي؟ ناس خايفة على قوتها وخايفة على رزاقها وخايفة على أرواحها، هذا لا يبني أوطان. وغدا يغادر السيسي غير مأسوف عليه، ونعود نبدأ من الصفر، وبالتالي هذا لا يريده أحد. أنا على ثقة بأنه هذا ليس لا في مصلحة السيسي ونظامه وليس في مصلحة مصر. مصلحة مصر هي في البدء الآن وليس غدا في ديمقراطية حقيقية بمشاركة الجميع. ومبروك وألف مبروك للي يفوز، خليه يحكم، هذا هو المنطق، وسترون مصر أين تصبح. لكن من يستمع لهذا الكلام؟ لا أدري. طيب، سعيد من الجزائر. سعيد، يبدو فقدنا سعيد من الجزائر، يريد يعيد الاتصال. طيب هناء السيد تقول الديمقراطية لدى العرب لم تتأخر وإنما جاءت في وقتها، وينها؟ ولكن تم محاربتها من دول محور الشر، وها هم وصلوا لوأدي مهدها. أنا أردتك أن تسألي وأردت الجمهور أن يسأل هذا السؤال. نعم، تعثرت الديمقراطية، والبعض يقول إيه تعثرت وينتهي، يحط نقطة ويتوقف، لكن لماذا كانت لدينا بوادر إمكانية إجهاض هذه الديمقراطية؟ ليش الديمقراطية ما كانتش عندها عوامل القوة والاستعصاء على الكسر؟ هذا سؤال مهم أيضا. ليه؟ أنا أقولكم ليش، جانب على الأقل فيه، أنه بعض الأحزاب في مصر تآمرت على الديمقراطية ومدت يدها للانقلابي، وكذلك الحال في تونس. إذن عندنا عوامل لم تكن تحتاج إلى معالجة. نعم، ليش الديمقراطية يسر إجهاضها؟ ليه؟ محمد من الجزائر، تفضل. السلام عليكم أخي صالح، وش راك لاباس؟ وعليك السلام، تفضل. أخي صالح، خليني نشرح لك عدة أسباب أدت إلى تعطل الديمقراطية في العالم العربي، خليني نشرحها لك. تفضل. أولاً، لا توجد إرادة سياسية قوية للأنظمة العربية. كذلك لا توجد إرادة سياسية قوية للعسكر. العسكر يرفضون الخروج من السلطة. كذلك الشعوب. الشعوب العربية كذلك لا توجد عندها إرادة سياسية قوية باش تكون ديمقراطية حقيقية في الدول العربية. كذلك في الجزائر في 2019 اجتمعوا الجنرالات في وزارة الدفاع بالجزائر العاصمة وقالوا نحن نرفض أن المدنيين يحكموا فينا، يعني المدنيين ما يحكموش في العسكر، يعني ما يحبوش المدنيين يحكموا في العسكر. الجنرالات رفضوا تماما أن يجوا المدنيين يحكموا فيهم. ثالثا، يجب أن تكون الشعوب تقرر مصيرها بيدها، ما تتكلش على الولايات المتحدة وعلى الدول الأجنبية. الشعوب هي تقرر، الحرية في يد الشعوب، الديمقراطية في يد الشعوب. كفانا من الدكتاتورية، كفانا من العبودية والاستعباد والاستبداد. الحرية، الديمقراطية، العدالة. بارك الله فيك أخي صالح. طيب، شكرا لك محمد، أشكرك. ننتقل لمحمد من إيطاليا. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام ورحمة الله. أخي صالح، التجربة التركية حاليا أصبحت مرجعية، وعلى العالم العربي وعلى الإسلام والعالم الإسلامي أن يدرس هذه التجربة الديمقراطية في تركيا، لأنها غيرت جميع
جميع المفاهيم لدى الغرب ولا العالم الإسلامي، أن الديمقراطية يتحكم فيها الشعب. لما الشعب تكون له السلطة في تقرير المصير الدولة، في هذه الحالة نتأكد بأن لدينا ديمقراطية ولنا حرية التصويت في الانتخابات. محل الشاهد عندي هو أن منطقة إزمير هي منطقة معارضة لأردوغان، وقال سياتي وقالت الجمعية وأن من يحقق لي الحرية ويحرق كل الديمقراطية سنصوت له. وكذلك المنطقة التي تم فيها الزلزال، 11 منطقة في تركيا التي تم الزلزال، هي بلدية تسير المعارضة وصوتت لأردوغان. لماذا؟ لأن أردوغان حقق لهم نسبيا واحد 60% أو 70% من الوعود دياله. لهذا في العالم العربي لأن الناخبين ديالنا والسياسيين ديالنا لا يوفون بعهودهم، والمحل الشاهد عندي هو مع حزب العدالة التنمية المغربي لما حكم ولايتين متتاليتين في المغرب فشلا ذريعا وتم إقصاؤه انتخابيا. لما لخنا الصوت لأن الناخب الوطني والمواطن العربي هو الذي تكون له السلطة. لا، ولكن المشكل الذي لدينا في العالم العربي هو العسكر. لما ينتخب رئيس مدني ديمقراطي تنقلب على العسكر. وما حل الشاهد عندي هو مرسي رحمه الله عليه، لان لما انتصر مرسي وانتخب مرسي بطريقه ديمقراطيه انقلب عليه العسكر. وكذلك يتكرر المشهد في السودان، ويتكرر المشهد في الجزائر، ويتكرر المشهد في سوريا، لأن العسكر هو من خربوا الديمقراطية العربية في العالم الإسلامي والعالم العربي. وشكرا لك. شكرا لك محمد من إيطاليا. عبد الحق من فرنسا. عليكم سي صالح. وعليك السلام ورحمة الله. بالنسبة للعالم العربي للشعوب، لأن الربيع العربي لماذا نجح ولماذا خسر؟ عندما توحد الربيع العربي الشعوب توحدوا نجحوا، ولكن سبقوا السياسة قبل حقوق الإنسان وحرية الإعلام وحرية المعارضة. الآن كل شعب يناضل في وطنه، لأن عندما نتكلم عن الشعوب متوحدة وتتوحد الشعوب، العالم يخاف كل شعب، حتى يقولوا يد الخارجية. عندما يتدخل آخر في وطن آخر يقولوا يد الخارجية، ولا تحليل سياسي أو تحليل النشطيين. يخص كل شعب في وطنه يطالب بالحرية. جميل. وحرية التعبير وحرية الإعلام، وينتظر الديمقراطية. شكرا لك عبد الحق من فرنسا، أشكرك. بوبكر من مراكش يقول الأنانية هي السبب، كل واحد منا يظن أنه على حق. نعم، في جانب منها صح. أم خالد تقول من تونس، إنكار الآخر، كل يعترف إلا بنفسه. يعني كل واحد يتصور أنه هو على صواب والآخر لا يمثل شيء وهو الأولى والأصلح بإدارة البلاد. يعني تذكرون ما جرى في مصر، بعض الأحزاب يعني كانت في الميدان مع الثوار، فليه أنت بعد سنة تقف مع الانقلاب؟ يا أخي القصة مش يعجبوني أنا الإخوان أو لا يعجبوني، هذا نظام ديمقراطي. أنا ما يعني لي الرئيس مرسي الله يرحمه ولا غيره ماسك السلطة، أنا ما يعنيني أنه هذا الطرف الذي يحكم أمامي الآن لم يأتي على ظهر دبابة بل جاء من خلال الصندوق. أحترمه، وإذا لم يعجبني إذا أصاب أهلا وسهلا أصوت له مرة أخرى، وإذا أخطأ أو لم يعجبني في الدورة المقبلة أنا أغيره بسهولة من خلال الصندوق، والأمر متاح لي. لكن لما يأتي واحد انقلابي الأمر يصير خارج إرادتي، وقد يستمر 20 سنة وقد أنتهي أنا في قلب السجن. هذا هو الفرق اللي بعض الأحزاب العربية للأسف شاركت في خيانة أوطانها وتأخير هذه الديمقراطية. نعم، بعض الأحزاب العربية لم تترسخ فكرة الديمقراطية في داخلها إلى حد الآن. أحدهم أنا أحترمه يعني بشكل كبير، لكن الحقيقة شخص يعني غير ديمقراطي مع كل التقدير والاحترام. زعيم حزب عريق في تونس يقول لك أنا لا أجلس مع فلان ولا أجلس مع فلان ولا أجلس مع علان. طيب يعملوا لك يعني خريطة حزبية على كيفك على هواك. يعني الأحزاب التونسية لو وقفت ضد هذا الانقلاب من الأسبوع الأول، هذا يقول الخبراء وليس كلامي،
من الأسبوع الأول كانوا يستطيعون إجهاض الانقلاب والعودة إلى المسار الديمقراطي غصبا عن الانقلاب لو اجتمعت كلمتهم. لكنهم كل واحد يخي يكون ديمقراطي بغض النظر، هذا الحزب يعجبك ولا ما يعجبك، هذا الفكر يعجبك ولا ما يعجبك. فكرة الديمقراطية ظلت شعارات لدى بعض الأحزاب، لكن مع أول امتحان حقيقي فشلت بعض أحزابنا العربية. السؤال كيف نرسخ هذه الثقافة، كيف نعيد هذه الأحزاب إلى الديمقراطية قولا وممارسة، وكيف أن نقبل جميعا على الصندوق ونقبل بمخرجاته مهما كانت. على فكرة المهزومة لو دائما يتألم، أنتم فاكرين يعني كليشدار أوغلو فرحان بالهزيمة؟ لا مش فرحان، وقال كلام يعني يفهم منه أنه التشكيك، لكنه صمت في النهاية، يعني هذا الكلام كان متوقع منه لأنه يعني يدرك أن العملية كانت ديمقراطية وشفافة. طيب نأخذ مشارك خالد من الجزائر. مساء الخير أخي صالح. يا أهلا بيك. الديمقراطية تعطي قوة للصندوق، والصندوق قوة للشعب وقوة للدولة وقوة للرئيس. لكن في البلاد العربية هذه القوة المشاركة في السنوات الأخيرة هذه، أنا نعطي مثال بالجزائر، مشاركة ضعيفة جدا، لأن المواطن أو المنتخب يعرف بأن صوته غير محترم ولا يذهب للجهة التزوير هنا. كذلك الديمقراطية إذا لم تنتشر أفقيا في الدول العربية لا يمكن أن تنتصر ثورة سلمية. وعندنا التجربة في تونس والتجربة في مصر، الرجعية أو الدولة العميقة في المناطق هذه تتحالف ضد الديمقراطية، وعرفنا ما فعلوا بمرسي، وعرفنا تونس أين ذهبت الآن. ولكن يا خالد، ألا ترى معي بأن الشعوب أقوى مما يسمى الدولة العميقة لو أجمعت على رأي واحد؟ لو الشعب المصري كله تمسك بالديمقراطية، والله لو تجيب لي مليون دولة عميقة ما استطاعت أن تجر المصريين إلا للصناديق، صناديق الانتخابات. ولكن كان هناك طائفة من الشارع المصري أيضا ذهبت وسارت خلف الانقلاب، ألا ترى ذلك؟ هذا هو نقدر نسميها الرجعية، نقدر نسميها الموالاة للنظام، نقدر نسقط عليها الحاتين الأحذية كما يقال عندنا هنا. المشكل هنا الأحزاب السياسية، أتيني بحزب واحد يطمح أن يكون رئيس الحكومة منه، ما كانش حزب اللي الحزب اللي يتأسس من أجل أن يصل لرئاسة الدولة، هو رئيس الحكومة لا يمكن من الحزب هذا لأنه يعين. الأحزاب هذه أحزاب كرتونية تقوم بدور تهريج في المناسبات وتختفي وتكتفي بما يرمى لها من فتات من أقصاع النظام. شكر لك خالد من الجزائر، أشكرك. عبد العظيم من الأردن يقول الشعوب العربية هي السبب لأنها استكانت من أول صفعة واستمرأت الذل والخضوع، خاصة أن الأنظمة المجرمة شددت إجرامها على كل من قام بالربيع العربي ابتداء من تونس ومصر وانتهاء بسوريا كما يقول. أحسن من الجزائر يقول درس كبير في الديمقراطية قدمته تركيا للعرب والأخص للجزائر وعسكرها، ولتونس وقيسها، ولمصر ودكتاتورها، حفظ الله تركيا ورئيسها الداهية أردوغان. أبو وسيم من المغرب، تأخرت أو تعثرت الديمقراطية لدينا بسبب الدكتاتورية والعمالة للغرب والمصالح الشخصية عند المتصدرين للمشهد السياسي، ولا شك أن هؤلاء لا أدري ماذا يقصد، يعرضهم نجاح تركيا، ربما يقصد هؤلاء لا يساعدهم أو لا يخدم هواهم أو مصالحهم
هذا النجاح في تركيا. صلاح الدين من إسماعيل يقول: عندما يصبح قيمة للمواطن عند الحاكم العربي، عندها سوف تطبق الديمقراطية في البلاد. لماذا ننتظر أنه يمن علينا الرئيس الحاكم بالديمقراطية؟ يا أخي تفرضها النخبة، تفرضها الشعوب، مش نستنى الحاكم حتى يمن علينا يقول والله أنا قررت الآن أن يعمل ديمقراطية. يا جماعة نحن في 2023، حرام عليكم، والله تأخرنا كثير. تركيا هذه جارتنا، إذا لم تستفيد من جارك أمال منين تستفيد؟ لماذا هذا الزعيم العربي أو ذاك ما زال مستسهل البقاء في السلطة وحاط رجل على رجل ولا يخشى أحد؟ لأن الشعوب استكانت. خذ حقك بالصندوق. عندما تطالب الصندوق الديمقراطية أنت لا تدعو للفوضى، أنت لا تدعو للإرهاب، أنت تدعو لحق تأخر كثيرا. من حق شعوبنا أن ترسخ الديمقراطية، والأحزاب المفروض تعلن عصيان مدني وتتوقف على العمل وعلى الدراسة وعلى الشغل حتى يتم إرساء الديمقراطية في كل أنحاء الوطن العربي. الأحزاب العربية تستطيع أن تفعل الكثير، ولكنها تتخلى عن دورها، إما جبنا أو مداهنة للنظام أو مصلحة. يا رجل خليني أفضح اللي عمره ما اتفضح. يا رجل الآن بعد ما دخلوا 3 أو 4 يعني مجموعة طبعا من السياسيين المحترمين في تونس دخلوا السجن، الآن في سياسيين يكلموهم يقول لك خليني يا رجل نتواصل معهم حتى نستمع لرأيهم، بعضهم يتهرب. وتقول لي ساسة ويستطيعون وما يستطيعون. الشعوب هي القوة، الشعوب هي التي تستطيع أن تفرض المسار الديمقراطي. للأسف. هلال من الجزائر، مساء الخير هلال. وعليك السلام ورحمة الله. على كل حال أشكرك الأخ صالح على الموضوع، لأنه جد شيق وله أبعاد ودلالة عميقة. بكل موضوعية، أرى بأن الشعوب العربية والطبقة السياسية والنخبة ليست مؤهلة ولم تنضج بعد حتى تهضم الأفكار الديمقراطية، وليست مكونة حتى تكون لك ممارسة ديمقراطية بمستواها الراقي. بدليل أنه ما تشهده تركيا من حركة ديمقراطية لها أبعاد سياسية وأبعاد فكرية عميقة. فأردوغان مثلا له توجه إسلامي، ورغم من ذلك غير الدستور التركي الذي كان نظام برلماني الذي كان نظام رئاسي وبرلماني وحوله نظام رئاسي، رغم من ذلك لم يغير لائكية الدولة التركية. يعني الدستور التركي لا زال لحد الآن يقر ويعترف بأن الدولة التركية لائكية. يعني في رأيك أنت الأخ صالح، ولا في رأي المتتابع، لو كان أردوغان عربي وذو توجه إسلامي، تأكد 100% بأن أول شيء سوف يقوم به عندما يصل إلى السلطة، وإذا كان توجه إسلامي، سوف يقضي على كل الأفكار التي تعارضه وتعارض مشروعه السياسي. يعني في تركيا الآن لا زالت الدولة التركية لائكية، أردوغان لم يغلق المخامر، أردوغان لم يحرم ولم يمنع السياحة، ولم حافظ على التركيبة الاجتماعية والنفسية للمجتمع التركي. جميل. وبالمقابل أبدع في الرقي بتركيا من الناحية الاقتصادية. شكرا لك، أشكرك. من جهة ثانية، نعم، ما زلت فكرة واحدة برك نزيد نحكي لك. نحن في الربيع العربي، ليبيا مثلا، الدولة الشقيقة في ليبيا، الكل كان ينادي ويرى بأن القذافي هو الحجر الزاوية الذي يعرقل الحركة الديمقراطية والتنمية في ليبيا. سقط القذافي وذهب من كان مع القذافي، ولا زالت ليبيا والشعب الليبي يعاني من تراكمات الأزمة التي يعرفها المترتبة عن مشهد الربيع العربي وكما يقال له. شكرا لك هلال من الجزائر، أشكرك. ما أحوجنا أن نقف مع ذاتنا، صدقوني والله تأخر الوقت كثير. ما أحوجنا إلى وقفة صادقة. وأنا أدعو كل الأحزاب، وخلوني أكون صريح أكثر، بالذات الأحزاب اليسارية والعلمانية، يريد تقفوا مع أنفسكم وقفة صادقة وصريحة. تأخر الوقت،
وعندكم كثير إجرام في حق أوطانكم، خلوني أكون صادق أيضا وتحملوني، أنتم سبب خراب الديمقراطية في مصر وسبب خرابها إلى حد كبير في تونس. وقفة مع الذات يكتبها التاريخ لكم. أنا لا أقول الكلام هذا يعني أن الأحزاب الإسلامية ما شاء الله عليها ملائكة، لا فيها مليون خطأ، وحتى هي من واجبها تصلح نفسها، لكن علينا جميعا أن نتمسك بالصندوق ونقر بالمسار الديمقراطي قولا وعملا، ونحترم اللي يفوز وخلوه يحكم. ما دون ذلك والله العظيم، وإذا مد الله في أعمارنا بعد 10 سنوات سنبقى ندور في هذه الحلقة ونتحدث ليش ما عملنا وليش ما عملنا وليش ما وصلنا. قفوا أمام الواقع وهذا التحدي، وانظروا بشكل جميل وبدون حساسيات وبدون كذب. يعني الكلام اللي يقول لك تركيا ستسيطر علينا، هذا كلام البلوط كما يقال بالتونسي، كلام فارغ لا تلتفتوا إليه. لماذا؟ ما الذي يمنعنا أن نسير على منوال تركيا ونعمل ديمقراطية مثل تركيا أفضل؟ ما الذي يمنعنا من ذلك؟ ناقصين إيد ولا رجل كما يقال؟ أعجبني عمر أديب عندما قال يا أخي ليش المصريين يعني مش أهل لهذه الديمقراطية؟ أهل وزيادة، صدقني يا عمر أديب المصريون أهل وزيادة، المهم أن النخبة أيضا ترتقي إلى مستوى هذه الديمقراطية التركية، والرئيس السيسي أيضا يدرك بأنه إذا دامت لغيره ما آلت إليه، ومن حق شعبه المصري أن يتمتع بديمقراطية حقيقية، مش يرمي الناس للسجن ويتمسك هو بالكرسي ويقول والله لا أدري ماذا بكرة تشوفوا مصر. شو شاف المصري؟ لم يروا شيء. طيب نأخذ مشارك فيما تبقى من وقت. طيب إسراء صريح من المغرب تقول تأخر وتعثر الديمقراطية بالبلدان العربية لأن الأحزاب لا تلعب دورها كما ينبغي تقول، وليس لها برامج وهي تلعب دور المنشط لغير. لا، لدينا أنظمة ملكية، وأنت تتحدثي من المغرب، لدينا أنظمة ملكية أيضا مشتركة للآخرين جزء من السلطة. يعني النظام في المغرب مثلا، خلونا الليلة نتحدث بشكل صريح، يعني جلالة الملك واخذ 3/4 السلطة، ليه؟ خلي شوية الرئيس الحكومة، خلي شوية للأحزاب، خلي شوية للنقابات، خليك أنت ملك تملك فقط ومن بعيد لبعيد، وخلوا الديمقراطية على هواها في المغرب ستنجو وتنجح وتثمر. كذلك الأمر في باقي أنظمتنا العربية، فقط لو الزعيم يجلس مع نفسه شوي ومستشاريه يكونوا في مستوى مش المتملقين وطول النهار يصفقوا، لو ركع مالكهم صفقوا، ولو كفر أيضا صفقوا، ما عندهم مشكلة يعني في الحالتين يصفقوا. لا يا أخي، أنت مستشار حتى تظهر له الحق من الباطل. أبو وليد من الأردن يقول بروتوكولات حكام صهيون وبمعاونة القوى الكبرى ممنوع إنشاء كيانات ديمقراطية بما فيها تركيا التي مارست شعوبها ديمقراطية لا مثيل لها، ولكن من يصنع السياسة هو من بيده السلطة. أبو وليد من الأردن طبعا عنده دائما وجهة نظر مختلفة، حتى ديمقراطية تركيا مش عجباته، ما زال يحلم إلى أن يعيش في المريخ ولكنه لا يملك الأداة. يا عزيزي أبو وليد، يعني أنت تشتم الجميع، الظلام والضوء. طيب شو بدك؟ لا أدري والله، لا أفهمك، أنا عندك سنوات تشارك، لا أدري ماذا تريد. بالطيب من المغرب يقول الديمقراطية إن تحققت لابد أن الشعب يحميها، هذه كلمة مهمة، وأيضا يفديها بدمه كما رأينا في تركيا، ولا يحني رأسه كما حصل في مصر كما يقول بالطيب. مريم عفانة بعجالة من الأردن تقول من أين تأتي لنا الديمقراطية؟ حكامنا يأتون بحاكم قتل شعبه وشرده، تأبى هؤلاء الحكام إلا أن والله لم أفهم ما تقولين يا مريم عفانة، تأبى هذه الحكام، أنا أقرأ ما كتبته بالضبط، إلا أن تضعه في جماعة الدول العربية، هذا لا معنى لها هذه الجملة. من أين تأتي لنا الديمقراطية لهذه الدول العربية التابعة للغرب وإسرائيل؟ الشعوب العربية مغيبة وليس لها دور أبدا. يا مريم عفانة في العادة مشاركاتك قيمة، يعني راقبي اشتكتبي وبعد ذلك ارسلي المشاركة قبل، يعني لا ترسليها قبل مراجعتها، لأنه أحيانا يكون
التركيب الحقيقة غير مفهوم. أشكرك صلاح من ليبيا، مصطفى من هولندا شكرا لك، عبد الكريم أيضا، زياتي من المغرب، أبو سعد من المغرب، أبو عزيز من ليبيا، محمد من المغرب، أحمد من كندا، شعيب من المغرب، محمد من المغرب، صالح من المغرب، أحمد درهم السميعي من اليمن، زيد من الأردن، مراد من الجزائر، كثيرة هي المشاركات الحقيقة، إسماعيل من المغرب وآخرين، راضية من تونس أيضا، من باريس عفوا، راضية من باريس. نعم أشكركم جميعا، وأسماء أخرى لم أذكرها، أشكركم جميعا ولكن اعذروني هذا ما سمح به الوقت. نتوقف الآن مع هذا الفاصل الإخباري، ثم لنا عودة للمغرب والجزائر وملف الصحراء والرسائل التي تبدو إيجابية في هذا الملف، فلا تذهبوا بعيدا. أبدأ هذا الموجز الليلة من فلسطين، شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال لجنين، والمقاومة تتصدى هناك لهؤلاء المحتلين والغزاة. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها عدة أحياء من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. من الذي يسمح لهذه القوات الصهيونية أن تقتحم هذه المدن الفلسطينية بين الحين والآخر؟ لا يوجد قانون دولي يقتحم ويقصف ويقتل ويعتقل وعادي. كما أصيب 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال، بينهم حالة خطيرة واعتقال 2 آخرين. أكدت كتيبة جنين أن مجاهديها تمكنوا من توجيه ضربات مكثفة صوب قوات الاحتلال وألياته التي تمركزت في الحي الشرقي، وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، وقالوا إنهم حققوا إصابات مباشرة كما قالوا. في إطار اعتداءات المستوطنين طبعا، بموازاة اعتداءات جنود الاحتلال، المستوطنين أيضا مش مقصرين. هناك في الخبر التالي تجدد الاقتحامات للمسجد الأقصى، الخبر التالي نعم، تجدد الاقتحامات للمسجد الأقصى وإقامة مدرسة دينية شمال غرب نابلس. اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى المبارك اليوم من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من جنود الاحتلال. ذكرت وسائل الإعلام عبرية أن مستوطنين أقدموا سرا خلال ليلة أمس على إقامة مدرسة دينية استيطانية في مدينتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية. كما شارك في إقامة المدرسة طلاب من مدرسة ياشيفا شوماش الدينية الاستيطانية، ومتطوعون معهم جاءوا للمساعدة. طيب هذا هو الإرهاب بعينه، أنك تأخذ أرض الفلسطينيين وتقيم فيها ما تشاء أو تقتحم مسجدهم المسجد الأقصى. إلى المغرب، وزيرة المواصلات للاحتلال الإسرائيلي تصل المغرب قال لك لتوقيع اتفاقيات تعاون. ما زال المغرب يجري اتفاقيات تعاون رغم كل ما فعله المحتل. الخبر التالي زملائي الكرام لو تكرمتم، أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف وصولها إلى المملكة المغربية والتوقيع على اتفاقيات تعاون بين الجانبين، وأضافت ستشمل الزيارة لقاء مع نظيري وزير النقل المغربي محمد عبد الجالي، وتوقيع اتفاقيات تعاون مهمة حول قضايا النقل بين البلدين. هكذا المغرب صار يعقد اتفاقيات مع هذا المحتل، هذا الكيان المجرم، كأنه دولة عادية. إلى الخبر التالي، الرئاسة التركية تقول علاقة أنقرة مع الحكومة السورية يحكمها 3 محاور، وهي محاربة الإرهاب، عودة اللاجئين، واستمرار المفاوضات بين النظام والمعارضة من خلال دفع الخطابات الدستورية. أختم بالرياضة لأن الوقت يلاحقنا. كأس العالم للشباب، تونس تتأهل لثمن النهائي، والعراق للأسف يخرج خالي الوفاض. مبروك للفريق التونسي. كان هذا آخر خبر في هذا الموجز، بعد الفاصل سنتحول إلى الجزائر والمغرب. تبون يطمح إلى حل قضية الصحراء، والمغرب يعلن بأنه يمد يده للرئيس تبون، يعني رسائل إيجابية، فما هي الخطوة التالية برأيكم؟ نعود لهذا الموضوع بعد قليل.